هو في ايه اللي بيحصل في البلد؟ كل شوية نسمع عن حاجة بتتباع او حد يجي يستحوذ عليها، يعني مثلا رأس الحكمة لما حصل اللي حصل فيها الدنيا اتقلبت، ودلوقتي برضو جه الدور على منجم السكري للذهب، يعني خلاص حتى الذهب اللي في البلد واللي احنا بنجيب منه الفلوس هيبقى بتاع حد تاني مش بتاعنا. فيا ترى ايه تفاصيل الصفقة بتاعت الاستحواذ على منجم السكري؟ ويا ترى ايه اللي حصل ورا الابواب المغلقة في الصفقة دي؟ ويا ترى ايه هي البشرة للمصريين من الموضوع ده؟ كل ده بقى واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. الموضوع بدأ من ان منجم السكري ده يعتبر من اكبر المناجم لانتاج الذهب على مستوى العالم كله، واللي مستحوذ على المنجم ده الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وكمان الشركة الفرعونية، واللي مالك الشركة الفرعونية دي شركة اسمها سنتامين. فالشركة العالمية لملك الشركة الفرعونية دي فعملت صفقة مع الشركة اللي هي انجلو اشانتي، وبما ان بقى الشركتين سواء سنتامين او انجلو اشانتي عالميتين ومن اكتر المستكشفين وكمان المنتجين والموزعين للذهب على مستوى العالم كله، وبرضو منجم السكري من اكبر المناجم على مستوى العالم، فقالوا انهم يعملوا صفقة على الاستثمار فيه. الموضوع كده مكلكع حبتين. طب ببساطة خالص بقى، ان الشركتين لما لقوا ان منجم السكري ده من اكتر المناجم اللي فيها ذهب على مستوى العالم حبوا انهم يستثمروا فيه، خاصة ان الفترة الاخيرة الذهب ده من اهم انواع الاستثمار في العالم، يعني اي حد النهاردة معاه قرشين حلوين بيروح يجيب بيه شوية ذهب ويعينهم عشان يحافظ على قيمة القرشين دول. بس الشركتين دول بقى عايزين يوسعوا تجارتهم. طب وكده بقى مصر على الله حكايتها ولا ايه الحكاية؟ لا بس استنى، انا هقولك بقى عزتونا. قلنا في الاول ان الشركة الفرعونية لمالكها شركة سنتامين شركة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في منجم السكري، يعني كل واحد ليه النص. فبكده مصر مش على الله حكايتها ولا اي حاجة، حصة مصر في المنجم محفوظة. وعشان بقى تبقى مصر برضو روجت للذهب اللي عندها فهي بتبيع الذهب ده عشان تاخد المقابل بتاعه. يقوم بقى لما الفلوس دي تخش خزنة الدولة الدنيا وقتها هتبقى متزبطة اكتر مما تتصور اي حد. عشان كده الموضوع مش بيع اصول زي ما ناس كتير بتقول ولا حاجة، لا ضل اكتر من كده كمان، انها بتجيب استثمارات اجنبية وشركات زي مثلا الشركة اللي عملت الصفقة مع سنتامين او مالك الشركة الفرعونية وهي شركة انجلو اشانتي. الموضوع ده خلى الاستثمارات الاجنبية على ارض مصر بقى زايد جدا، وكمان هيحقق برضو مكاسب مش معقولة للبلد بسبب الذهب. فايه رأيكم بقى في صفقة منجم السكري؟ وهل يا ترى الذهب ده كله هيخلي مصر من الدول الغنية؟